السلام عليكم، معكم سلمان كوبيش، انا مؤسس مشروع ديال الثقافه في الفيلاج، وانا هو الكورديناتور جينيرال ديال هاد لا جورني دوريونطاسيون اللي درنا في ايتشاتشاب. اليوم الهدف ديال هاد النشاط هو اننا نعرفوا الناس ديال ايتشاتشاب بالضبط والتلاميذ السنه الثانيه بكالوريا على تخصصات اللي يقدروا يختاروا من وراء البكالوريا، نحاولوا نقربوا لهم المعلومه وكيك علاش استقبل كانوا معنا متطوعين من مختلف المؤسسات التعليميه والجامعيه كذلك، اللي حاولوا انهم يتقاسموا التجارب ديالهم الشخصيه والمهنيه والجامعيه كذلك مع الطلبه باش يحاولوا انهم يقربوهم من تخصصات، خاصه انه هناك تخصصات جامعيه بحال العلوم السياسيه والسمعي البصري الزراعه والفلاحه، هما تخصصات اللي ما كنسمعوهمش بزاف، دونك حاولنا نجيبوهم لهاد التلاميذ باش انهم يحاولوا يجمعوا لو ماكسيموم بوسيبل ديال دي زانفورماسيون في هاد لا جورني باش كون يديروا اختيار صحيح باش من هنايا ل 10 سنين ولا 5 سنين ينوضوا فرحانين وهما غاديين يخدموا ويكونوا اكتيف في الخدمه ديالهم. معكم حمزه الوشواني استاذ بثانويه القضائيات، واليوم انا جد سعيد بالمشاركه في هذا المنتدى التوجيهي لفائده طلبه او تلاميذ ثانيه بكالوريا. شكر موصول لجمعية شباب من أجل الثقافة ومشروع الثقافة في الفيلاج وكذلك ثانوية القضائيات على هذه المبادرة هذه اللي هي مناسبة بالنسبة للتلاميذ باش أنهم يتعرفوا على يعني مجالات الاهتمام ديالهم باش نوضعوهم في الصورة في يعني في الاختيارات ديالهم المستقبلية في الدراسة ديالهم من بعد الباك إن شاء الله. كنتواجدوا اليوم في ملتقى التوجيه بدار الشباب اي تعتاب، وبالنسبه لي انا كطالبه فرحانه بزاف وكنتمنى انه هذا التوجيه يتعاود كل عام باش يستافدوا منه الطلبه الاخرين ويعرفوا الافاق اللي غادي يديروا مورا الباك ديالهم.